مثل ما ذكر أبو عبد الرحمن، إذا ظلم نفسك خطير كيف تظلم الآخرين؟ وأعظم الظلم أنك تقصر على نفسك. اللي يقود نفسه إلى النار ظالم نفسه. اللي يفرط في العبادة في الطاعات يا أبو صالح ظالم نفسه. شو تقول أبو صالح؟ شوف أخوي، الإنسان على خطر الله من الله سبحانه وتعالى فزعله. الله لطيف في عباده يا أخي. اتبع السنة، سنة رسول الثقلين الجني والإنس. واجد الأمور اللي تقدر تحتسب بها ونيتك تكون طيبة، سوى ذكر، سوى قرآن. هذا القرآن ما شاء الله، هذا القرآن هو شفيع لعباده، لا إله إلا الله. القرآن يا أخواني، الإنسان إن شاء الله المسلم يبي يصير عنده غيب، والقرآن أمامه والمصحف أمامه يا أخوي. أقرأ من القرآن، أقرأ لتعرف من ذكر الله، أقرأ من السور القصيرة. حالحين قل هو الله واحد، تعادل ثلث القرآن. الله أكبر. يا الله من فضلك، لحطيت إلا قرأت ثلاث مرات ختمت القرآن وأنت ما سويت شيء، يعني قليل. فالقرآن يا إخواني تراه شافع لأصحابه. تحاول قدر ما تستطيع، إن كان عندك غيب فردده ما يخالف، وإن كان ما عندك غيب مثلا قدامك المصحف إذا تعرف تقرأ. هالمصحف الحمد لله موجود اليوم متوفرة. أنا خابر الناس الأولين والله أنهم يقرون بجلود من الغنم. سبحان الله. أي والله لحقت عليهم يا أبو صالح. لحقنا عليهم سبحان الله. أبو صالح والليحان، أي بالله، الليحان ظلاف المسام يسوونها ويقرونها ويكتبون عليها. سبحان الله. يكتبون عليها طباشير يأخذونها من الجص من برا. شفت، لحقنا عليهم على آخر حكم الملك عبد العزيز رحمه الله. شفت، الجلود كذلك تدبغ وتزين حتى يصير مثل القرطاس، ويكتبون عليه. والله أنها أكبر هواية وأكبر عبادة عند حمال القرآن. سبحان الله العظيم. حتى أن دورنا بالمسجد المصحف النظيف اللي ما تقطع كله نظيفات، والله أن الواحد لما قال سورة مثلا هو ما غيبها يأخذها ولو قطعت من القرآن ويحطها مخباته. شفت، ويقرأها. فالنشاط وين؟ بالقلب، ما هي سبحان الله بالأجسام. النشاط لما الواحد مثلا نية لله واستعد أنه يكون يقرأ القرآن، والله أن يقرأه بالراحة وتطمئن نفسه سبحان الله العظيم. وخل عملك دائم برضا الحي القيوم. اقرأ القرآن، خذوا عمرة، خذوا حج. أنتم يا أخي ببلد خير، حج ما تول، ببلد سعادة فيما بعد شهر الحج يا أبو صالح. للحج اللي يقبل هل رحون حجونا حين أبو صالح؟ حال حين عمره ولي الله يطول عمره. أنا أمس يا أخواني يعني المناية عند رب العالمين. هذا جد صلى على ولده، على ولد ولده. شفت، وأنا حاضرهم. أي والله. نعم والله. وكذلك الأعمار عند رب العالمين. أنا يذكرني قصة يا أخواني قديمة لو سمحتوا لي أبو صالح. نعم. على قلته